هل ورد فضل في صيام شهر رجب؟ لا، شهر رجب كغيره من الشهور، إلا أنه شهر حرام من الأشهر الحرم الأربعة، أما غير ذلك فليس له مزية على غيره من الشهور. فمن كان يعمل أعمالا صالحة في سائر الشهور يعملها في رجب، ومن يخص رجب بعمل لا يعمله في غيره هذا بدعة لا يجوز. نعم.